استثمار الطاقة الشمسية أو ما يعرف بالطاقة النظيفة والاستفادة منها تجربة نجحت بشكل واضح في توليد تيار كهربائي مستقر زاد على 80 أمبير من هذه الألواح فقط. شغل مبدئيا مختبرات كلية العلوم التطبيقية في جامعة سامراء وحافظ عليها، وذلك لاستقراره وعدم تذبذبه أو انقطاعه كما هو الحال في الكهرباء الوطنية أو المولد. استثمار الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، حاليا نستغل تقريبا 80 أمبير تجهز بها المختبر المركزي وقسم من المختبرات المجاورة لها، تولد 30 أمبير في حين أنه المختبر هو حاجته 20 أمبير، يعني حاجته تكتفي بطاقة القسوة مالته 20 أمبير تحتاج الأجهزة الموجودة به، فوفرت لنا الكثير. ونتيجة لتجربة توليد الطاقة الشمسية للكهرباء ونجاحها، تأمل كادر المختبرات والأقسام الأخرى أن تدعم كمشروع استثماري وتعتمد، وذلك لما لها من فائدة كبيرة في الحفاظ على الأجهزة الكهربائية. كنا محتاجين هذا الشيء من زمان، يعني حتى تخلينا نتطور أكثر بالأجهزة مالتنا، كنا محدودين كلش، يعني الأجهزة أوفن مال تجفيف ما أدري شنو، بس لا هسه من جت الطاقة الشمسية ممكن حتى الأجهزة الغالية نقدر نستعملها حتى ما تتلف، يعني ممكن ما تخسر الدولة، بالعكس يعني استثمار كلش ناجح يعني. الاعتماد على ألواح توليد الطاقة الشمسية والاستفادة من نجاح تجربتها يساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه نتيجة انقطاع الكهرباء وتذبذب استقرار فولتيته. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.